تقدم جديد لقوات الجيش الوطني في محور علب بمديرية باقم. أكثر من 8 كيلومترات باتت تحت سيطرة الجيش إثر معارك عنيفة مع مقاتلي ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة شديدة الوعورة، اكتسب خلالها مقاتلو الميليشيا خبرات في حرب العصابات والتخفي في جروف حصينة. مسرح العملية القتالية امتد بحسب قائد اللواء 102 التابع لمحور صعدة العميد ياسر الحارثي، امتد ما بين سلسلة جبال الوعواع وحتى قمم رأس الطير، وشهد على مدى الأيام الماضية معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمتمردين. وبحسب العميد الحارثي فقد حرر الجيش جبال الضراوي وتاج الهرم وسبعة علب وضبعة، بالإضافة إلى ذلك قامت قوات الجيش بعملية تمشيط للجبال والهضاب والتباب وسط فرار مقاتلي الميليشيا مخلفين وراءهم كميات من الأسلحة والمستلزمات القتالية والملازم التثقيفية التي تعود إلى مؤسس الميليشيا حسين الحوثي. في هذه الشقوق والجروف والثكنات المموهة أمضى مقاتلو الميليشيا أشهرا وربما سنوات في ظروف تتسم بالحد الأدنى من متطلبات العيش، لكن كان لديهم ما يكفي من القناصات والأسلحة وحماية طبيعية تجنبوا خلالها الضربات الجوية والقصف المدفعي للجيش على نحو يضفي على الانتصارات التي حققها الجيش هنا قيمة استثنائية. السيطرة على هذا الموقع، أقول لك تايب الموت والرجامي، أين أنت يا رجامي؟ أين المقاتلين حقك؟ نتحداك المقاتلين حقك في فروا هاربين مثل النعامة، أتحداك بالروح بالدم نفديك يا أمل، بالروح بالدم نفديك يا أمل. الطبيعة التضاريسية طبعت المعارك في هذه الجبهة على مدى العامين الماضيين بالوتيرة البطيئة وبالمراوحة والكر والفر، زاد عليها عدم انتظام التموين والإسناد للجيش وغياب رؤية واضحة حول المهمة الملقاة على عاتقه في منطقة توصف بأنها المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الانقلابية. التقدم الذي يحرزه الجيش جعله وفقا لمصادر الإعلام العسكري قريبا جدا من منطقة مران مسقط رأس زعيم الميليشيا، حيث تمثل هذه الجبهة واحدة من جبهات عدة تشهد تقدما متواصلا باتجاه عمق محافظة صعدة في إصرار على استعادتها من سيطرة الميليشيا على المحافظة دامت أكثر من عقد من الزمن.